الآن انتقل للقسم الثاني ما يتعلق بالتوحيد. يا أخي، تلتقي بإنسان يقول لك: هل أنت موحد؟ تقول: نعم. كيف؟ موحد ونصف. يقول: طيب، ما هذا التوحيد الذي تدعيه؟ ما هو التوحيد؟ تقول: ما أدري. معناه أنه عندما قال أنا موحد، هذا شهادة الزور، لا أعرف ما هو التوحيد. بخاصة طالب علم، يعني ممكن يأتينا إنسان عامي لا يعرف تعريف التوحيد ولا أنواع التوحيد ولا كتب التي ألفت وكذا، لكن تسأله: من الخالق؟ يقول: الله. الرازق؟ الله. المدبر؟ الله. العبادة حق لمن؟ يقول: العبادة حق لله، ولا يصح أن يصرف منها شيء، والله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات. الحمد لله، هذا موحد. لكن طالب علم لا يعرف ما هو التوحيد. من يعرف للتوحيد عند أهل السنة؟ تعريف التوحيد شرعا، التوحيد شرعا هو وإفراد الله تعالى بما يستحق، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، كل العبادة لله. وتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات، بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونشرح بإذن الله يعني بعد هذا ما هو يعني توحيد الأسماء والصفات. طيب، إذن هذا معناه أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نأتي إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ لو قال لك قائل: هل أنت مسلم؟ تقول: نعم. يقول: ما هذا الإسلام الذي تدعي؟ من يعرف للإسلام ما هو الإسلام؟ نعم يا أخي، هو الاستسلام، أن تسلم، لأن أنت عبد ولا تعترض. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، أي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والانقياد لابد أن تعمل، انقياد له بالطاعة، وغير الطاعة المعصية، هذا ما يمكن. وسوف يأتي معنا أن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل، هذا يتناقض من نواقض الإسلام. والانقياد له بالطاعة وغير الطاعة المعصية. والبراءة، لابد من تحقيق البراءة. من ماذا يبرأ؟ يبرأ من الشرك وأهله. طيب، البراءة من الشرك وأهله تأتي معنا إن شاء الله تعالى، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ما هي مراتب الدين؟ ترى هذا الكلام اللي نذكره الآن يعني هذا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أشياء لابد أن تعرفها في دين الله. نعم، ما هي مراتب الدين؟ نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. إذا مراتب الدين ثلاث مراتب: إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. هذه مراتب الدين. طيب، كل مرتبة لها أركان. من يذكر لي أركان الإسلام؟ سبحان الله، هذا ما يمكن أنه تعرف. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، نقف واحدة واحدة. شهادة، أصبر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، سؤال: أبو جهل هل أبو جهل يعرف معنى لا إلا الله أم لا؟ يعرف أو لا يعرف أبو جهل؟ يعرف؟ يعرف. فقبح الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأس الإسلام. أبو جهل يعرف أصل الإسلام، كافر، رأس الكفر، وأنت مسلم لا تعرف معنى لا إله إلا الله؟ من يذكر لي معنى لا إله إلا الله ولا يجعل أبو جهل أعلم منه؟ يلا، نعم، أنت يا أخي. لا معبود بحق إلا الله. طيب، لو قال لك قائل: معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، صح أو خطأ؟ اللي يعرف يرفع اسمه. من الذي يقول صح لا معبود إلا الله؟ صحيح؟ لا 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 لا، هذا احنا درس علم الآن. احنا صح أم خطأ؟ مو غلط، هذا أبطل الباطل.
لأنه لو قال معنى لا إله الله لا معبود إلا الله، معنى هذا أنه كل معبود فهو إله، الذي عبد الصنم عبد الله، والذي عبد الحجر عبد الله. لماذا لابد أن نقول في معنى لا إله الله لا معبود بحق حتى نكفر بجميع معبد من دون الله؟ ونأتي